السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد الإخوان. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس ما عارفوش، بزاف ديال الشعب يعني بزاف ديال المسلمين مازال ما سيقنش الأخبار لهذا الموضوع. هذا الموضوع جد مهم، تيخص الإخوان ديالنا المسلمين حتى هما اللهم بارك، تيخص العذاب ديالهم، تيخص المعاناة ديالهم، تيخص بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نعرفوها كمسلمين على دوك الناس. والمرجو منا والمطلوب منا كما قال لك مساكن، قال لك المقاطعه، يعني غادي مقاطعه السلع الصينيه. هادو مسلمين في الصين، واحد الجزء من الصين كيعاني واحد المعاناه اللي لا تخطر على بال، واحد المعاناه اللي ما يقدر حتى واحد يتصورها، واحد المعاناه اللي يعني محرومين من ابسط الاشياء، تمشي للحج تجي يدوك للحبس بزاف. المهم غادي نخليكم الفيديو باش تشوفي على اللسان ديالهم شنو كيقولوا، باش ما نقول حتى شي حاجه اللي ما تقدرش تكون ماشي هي هذه. كنخليهم يحكيو على المعاناه ديالنا ديالهم، وغادي الجزء ديالنا الخدمه ديالنا اللي تكون الدعاء ليهم. حاول انك تبارطاجي هذا الفيديو هذا توصلوا للناس باش تشوفوا وتوصل للرساله ديال هذوك الناس هذوك. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هادشي ما نقدروا نقولوا حنايا، والله يصبرنا وصاي. بقيت هكذا بدون حركات، لا انت تصلي ويضرب، انا لازم اتحرك هكذا يعني لتثبت انك لست في صلاه. انا ما ذهب للحج السنوات السابقه تعرضوا للاعتقال، اعتقلوا. فكل من تعلم علوم شرعية مثلا أو قراءة قرآن أو علم، كلهم أصبحوا عرضين لك. الرجال في السجن والنساء إذا بقي النساء في البيت يأتي الصينيين ويسكن في هذا البيت ويعمل ما يشاء. هناك بنت عمرها 14 سنة حكمت عليها 14 سنة سجن. سبب أن في هاتفها صورة لبنت تدعو، بس هذا هو جرمها يعني. أي موظف حكومي إذا لم يشرب خمر مثلا أو لم يأكل مع الصينيين كان هذا الموظف متهم، يتهم يعني على أن عنده دين أو يتدين يعني. الناس أصبحوا لا يدخلون إلى المساجد لأن الدخول إلى المساجد يعني من علامة التطرف ويكلفك الاعتقال، ويكلف الاعتقال. نعم. أخذت من قريتنا كل نساء اللائي لديهن قابل الإنجاب إلى العيادة وأجريت عليهن عملية كان لا يسمح لنا بالكلام أول شيء، يعني ممنوع أن نتكلم. نحن يسمون السجناء سياسيين. نعم. نحن في هذا الوقت ما كنا نعرف ما هو سياسة يعني. نعم. وتعذيب نفسي، وحرموني من النوم 10 أيام، وكل يوم يضربوني بالعصا غليظة. يعترف أنك إرهابي، يعترف أنك، يعترف أنك. وحاليا يعني والنقد الذاتي، يقول يأتينا بالورق والقلم يقول لازم تعترف أنك ارتكبت جرما ما. النقد الذاتي يقول أنا كنت أصلي وكان هذا خطأ، كنت أؤمن بالله كان هذا خرافة. أولا النقد الذاتي. ثانيا يجبرنا أن نحفظ أشعار تمدح حزب الشيوعي. مثلا يعني كأن حزب الشيوعي يرزقنا يعني كأنه إله يعني. يجبرنا على هذا. والمحلات، بالنسبة للمحلات يطلب من كل صاحب محل أن يوضع الخمر والسجائر على واجهة المحلات في مكان يرى للجميع، وإن لم يضع أي صاحب محل مثل هذه الأشياء في واجهة المحلات يغلق المحل الخاص به. تقول رأيت كثير من المسجونات تموت أمام أعيننا ولا نستطيع أن نساعدهن لأن الغرفة مراقبة بأربع كاميرات. تقول عندما تسقط واحدة تغمى عليها أو هي تئن من المرض أو تموت، عندما نريد أن نساعدها الشرطي يتحدث عن طريق مكبرات الصوت، تقول لا تقتربوا، من يقترب
نعاقبه يعني. تقول هي أنا رأيت أمام أعيني تموت كثير من النساء من الجوع من المرض. إذا أي واحد يعني أصابها المرض لا يعالج حتى يقول خلوا يعني. الصين تبيع للدول العربية ببائع تجارة في كل شيء. الصين هي المستفيد، أما الدول العربية دول مستهلكة. حتى بسبب البضائع الصينية كثير من المنتجات المحلية في الدول العربية ماتت، المصانع ماتت، لم تستطع أن تنافس مع البضائع الصينية. ورغم ذلك الصين هي المستفيد الوحيد في العلاقة بينهما، ولكن الدول العربية مع الأسف الشديد طبعا دائما في الأمم المتحدة وغيرها مع الموقف الصيني مع الأسف الشديد يعني. لذلك نطلب من كل أحرار العالم، كل الناس لديه ذرة من الإنسانية أن يقف معنا. كيف يستطيع أن يقف معكم؟ مثلا يعني بقدر ما يستطيع، أقل شيء يقاطع بضاعة الصينية، لا يشتري بضاعة الصينية، لأن الصيني يبيع أسوأ ما لديه لدول عربية، أسوأ ما لديه يصدر لدول عربية. والصين معها مسالح كبيرة مع دول عربية. لذلك يعني كل واحد مثلا يساعدنا في الإعلام، لأن الصين مخادع جدا جدا يعني. نحن يعني مظلومين يعني بكل معنى الكلمة، نحن لا نبالغ، هذا ليس أمر سياسي. نحن أحيانا يقول هذا بينكم وبين الصين أمر سياسي، لا، هذا ليس أمر سياسي، هذا أمر يعني إنساني. نحن حقا مظلومون بكل معنى الكلمة. هو المعاناة ديال الإخوان ديالنا المسلمين يعني. هذه رسالة لك يا أخي اللي عايش في أمان الله، هذه رسالة لك اللي كتصلي في خاطرك، اللي يعني حر في دينك في أي مكان في العالم، أحمد الله. والرسالة ديالي الأخيرة ندعو الإخوان ديالنا أن ربي يشوف من حالهم في الأيام دي اللي جاية وفي السنوات المقبلة، أنهم يمارسوا الشعائر ديالهم في خاطرهم كما كنخليو جميع يعني العبادات الأخرى في البلدان ديالنا، ولا كي احنا عايشين هنا يعني عادي. تمنى وتأهم أن يكونوا أحرار في الديانة ديالهم. والرسالة ديالي أنك تدعي لهم بالفرج والخير إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.